الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب وبنات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الموسيقية. راح نتعرف اليوم على أحد فروع مادة التربية الموسيقية، خلكم معي. اسمعوا الموسيقى في كل مكان، مع نسمة الهواء وبين الأغصان. أسمع سعيدا السلم الموسيقي حين أستيقظ وقبل أن أنام. دو دو ري دو، دو ري مي ري دو، دو ري مي فا مي ري دو، دو ري مي فا صول فا مي ري دو، دو ري مي فا صول لا صول فا مي ري دو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ بداية جميلة ليوم مشرق وسعيد بإذن الله. سوف نستمتع معا ونسمع ألحان جميلة وإيقاعات ممتعة. هل أنتم مستعدون؟ ولكن أرى البعض منكم يشعر ببعض الكسل، وأود أن أقول لهم لا تكسل، هيا نعمل. لا تكسل، هيا نعمل. ما أجمل النغمات الموسيقية! هل تعلمون أن أي لحن جميل تحبونه وتستمعون إليه يتكون من النغمات الموسيقية؟ والآن أحمد وسارة قد جاءوا ليشاركوننا، وسأطرح عليهم بعض الأسئلة لنرحب بهم. أهلا بك يا سارة. أهلا بك يا أحمد. ماذا ترون أمامكم؟ أعرفه إنه مدرج الموسيقي. أحسنت يا سارة. ومما يتكون المدرج الموسيقي؟ يتكون المدرج الموسيقي من 5 خطوط و4 مسافات. معلمتي، أريد أن أسأل سؤالا. تفضل يا أحمد. ولكن أنا أرى خطا صغيرا قد أضفتيه أسفل المدرج، لماذا؟ إنه سؤال جميل يا أحمد. هذا الخط يسمى بالخط الإضافي، وسمي هكذا لأننا يمكن أن نضيفه بالقلم. تعرفين يا سارة، إن النغمات تدون من اليسار إلى اليمين، نفس اللغة الإنجليزية تكتب من اليسار إلى اليمين. أحسنت يا أحمد. لنعدهم سويا. 1 2 3 4 5. ولا ننسى معا الخط الإضافي. الخط الإضافي دو، الخط الأول مي، الخط الثاني صول، الخط الثالث سي. ما اسم هذه النغمة؟ مي دو صول. اسم هذه النغمة صول. اختار نغمة سي من بين تلك النغمات. نغمة
هذه النغمة تسمى سي. أما المسافات بين الخطوط فهي 4 مسافات، وسنتعرف على أسماء النغمات التي تكتب على المسافات. المسافة الإضافية ري، المسافة الأولى با، المسافة الثانية لا، المسافة الثالثة دو. اسم هذه النغمة دو صول فا. هذه النغمة تسمى فا. عندي لكم لحنا جميلا يا أعزائي، ما رأيكم أن نستمع إليه؟ إنه نغم صوته مريح. الآن أعزائي سوف أعزف اللحن مرة ثانية ولكن بطريقة مختلفة. أريد منكم أن تستمعوا جيدا لنعرف ما هو الاختلاف. الأولى الثانية الثالثة لقد لاحظتم في المرة الأولى أن اللحن لم يختلف عن ما سمعناه قبل ذلك. أما المرة الثانية فقد كان يشبه الصوت، صوت الطفل الصغير حاد جداً. أما المرة الثالثة فكان قوياً ويشبه صوت الرجل الغليظ. أحسنت يا سارة، هذه تسمى بالطبقات الموسيقية، وهم 3 طبقات: متوسطة وحادة وغليظة. Boom.
عرفنا الفرق بين الطبقات الصوتية المتوسطة والحادة والغليظة. ما رأيكم أن نلعب لعبة جميلة ومسلية لكي نميز بين الطبقات الصوتية المتوسطة والحادة والغليظة؟ نعم هيا بنا. سوف نكون ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى مجموعة معتدلي القامة. عندما نسمع صوت موسيقى الطبقة المتوسطة سوف نمشي في نظام مع تصفيق الإيقاع. المجموعة الثانية عندما تسمعون الطبقة الحادة، لنتخيل معا أنهم عمالقة في مدينة الأحلام ونمشي بخطوات واسعة. أما المجموعة الثالثة عندما تسمعون الطبقة الغليظة، سوف تتخيلون أنكم أقزام في مدينة الأحلام وتضعون أيديكم على أرجلكم وتمشون بخطوات صغيرة. أرجو أن تكونوا قد استفدتوا معنا اليوم، وأراكم قريبا على خير. الموسيقى هي بستان تتعدد فيه الألوان، تتنوع فيها النغمات، تتفاوت فيها الألحان. الموسيقى جزء مني وتعبر هي دوما عني، ضحكاتي أنغام حياتي، والقلب إذا دق يغني. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، واللي تناولنا فيه العديد من المعلومات المفيدة، على أمل أن نلتقي فيكم مرة ثانية في درس جديد. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.